All right, we're going to move on to our next speaker. Our next speaker is a 35-year-old. He's an author who's written 3 books already so far. He has a collection of poems that he published in 1997. He had another book, a collection of his columns. And lately, he wrote a book called Azam Imla Watan, a book about elves, giants, and the nation. It's not about fiction, it's not a story. It's about us, it's about Saudi Arabia, and how an individual, as a person, can build a nation or destroy it by himself. It's about who we, what we do and how we imagine. I'd like to introduce Tamer Shaker. ولكن خليني كمان نضيف على ضيفنا ثامر شاكر. هو يؤمن انه التغيير ياتي من خلال المفكرين والفكر. والجزء الثاني من حديثنا والمتحدثين عندنا حيكونوا بيتكلموا عن التفكير. ثامر شاكر جمع كل الافكار ليعطيها في كتابه في قزم وعملاق ووطن، ويؤكد انه التفكير هو اللي بيغير فينا. تفضل استاذ ثامر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لما استدعوني، وأنا أسميه استدعاء على تيدكس، سألت قلت إيش ممكن عندي أقدمه وسط مجموعة وكوكبة من العلماء ومن المفكرين والشباب، حتى لو شباب صغير في السن، لكن ما شاء الله تبارك الله أثبتوا نفسهم فترة قصيرة. ما لقيت عندي غير 3 كتب، ويمكن اللي اشتروها قرايبي و3 من أصحابي، مو أكتر من كده يعني. فقلت يمكن أقدر أسترجع فكرة ايش منغصات احنا كشباب عدت علينا كاجيال سابقه، وايش الى الان مستمره هذه المنغصات. حبيت ان نحط نفسنا امام المراه كاشخاص كافراد، ونعرف ايش هي المحبطات. حقيقه احنا بنتكلم اليوم عن الابداع، بس قلت افضل طريقه ان احنا ننطلق نعرف الواقع، والواقع ان احنا في جزء كبير من احباط بسبب اشياء موجوده اجتماعيه، إحباط على مستوى سياسي. لو قررنا الأرقام بيننا وبين عالم متغير، وبيننا وبين عدو، بتزداد السعة، بتزداد عفوا الفجوة على مستوى التعليم، على مستوى محو الأمية، جودة التعليم، البحث العلمي. الحقيقة ما أدخل معكم في أرقام، الأرقام موجودة، لكن بس أبغى أبدأ من جزئية ليه إحنا محبطين، أو هي أو زي ما تقولوا جزئية الإحباط الموجودة عند الفرد والمجتمع. وراك وش فيك على الرجال؟ حاول يفكر واخز ياه. الله يرحمه، كان طيب الحقيقة يعني. النهاية المأساوية اللي شفناها، كيف ممكن نتحاشاها كأفراد وكشباب وكأجيال صاعدة؟ أعتقد أنه الحل نفكر، حتى لو كان نهاية تفكيره أو نهاية الصورة اللي شفناها الآن كانت بسبب أنه فكر. التفكير هو المطلوب، أن احنا نفكر بطريقة مختلفة، نفكر لكن نمتلك الأدوات في أيدينا اللي تملكنا من أن احنا نكون مختلفين. أعتقد الأدوات هذه تشمل شيئين أساسيين: معرفة وحرية. الحرية يعني نتخلى شوية عن معناها اللي دائما راسخ في الأذهان، اللي هو معناه التفسق والانحلال وكل معنى يعني ممكن يودينا في داهية. دحين احنا ما بنتكلم عن الحرية بمعنى سيء، وإنما بحرية بمعنى thinking out of the box، بمعنى ان احنا يكون عندنا دائما نكون احنا الفعل وليس ردة الفعل، نكون محور الحدث وليس المؤثر عليه بطريقة معينة. نؤمن انه احنا ما احنا راضيين عن حالنا اليوم، ونؤمن انه بكرة افضل، لكن في حلقة مفقودة في النص وهي حلقة الإبداع.
إبداع الأفراد، قدرة الأفراد على تغيير تغيير مجتمعاتهم بمقدرتهم، بتقوية حالهم، بتقوية النالج اللي هي المعرفة الحرية. لذلك أنا هستعير عنوان كتاب عجبني جدا صدر مؤخرا للدكتور فهد عرابي الحارثي اسمه المعرفة قوة والحرية أيضا. والمعرفة قوة والحرية أيضا هي الوسيلة الوحيدة لكسر كل الإحباطات اللي احنا بنعاني منها كأجيال جديدة وأجيال قديمة، ومن أجل غد أفضل. لذلك دائما نقول ان تخطيط بلس تنفيذ ممكن يعطينا نتيجة، لكن تخطيط بلس تنفيذ ملتيبلاي باي ثقة أو تراست بيعطينا نتيجة مضاعفة وهي الإبداع. خلينا نقول انه الفرد هو المؤسس الأساسي لعملية توعية المجتمع، يعني قدرة الفرد انه يغير المجتمع او انه يتحرك بطريقة معينة هي المؤثرة في الآخر وتصب في شيء اسمه تنمية اللي احنا نسعى لها بشكل او بآخر من مختلف اماكننا ومختلف وظائفنا في الحياة. لذلك نعيد تاني ونركز انه عوامل التغيير هي عبارة عن معرفة وقوة وثقة في النفس. الحقيقة السلايد هات وقفت عنده وفكرني بكتاب للي كوان يو مؤسس سنغافورة، حين سئل عن سر تطور سنغافورة في فترة قصيرة من الزمن، وكيف انه قدر هو كرئيس دولة يتحول من رئيس دولة لمصلح اجتماعي بسبب بسيط جدا. سؤال قالوا له كيف قدرت انك انت تطلع من بلد محتلة وبتواجه مآسي ووا، فقال لهم الأسرة. الأسرة هي المحرك الأول، هي اللبنة الأولى في تحريك عجلة التغيير والبناء والتنمية. فنرجع ونقول انه الإنسان كإنسان هو المحرك الأساسي، هو العنصر الأساسي في بناء المجتمعات. لذلك في كلمة جميلة جدا استوحيتها من جائزة مكة للتميز، تقول إنه ثقافة القوي الأمين لو كانت موجودة فينا كأفراد وليس كفرد واحد في الطابور إنما كأفراد ستؤدي إلى تغيير حتمي في المجتمع. اللي أبغى أقوله حقيقة من البرزنتيشن أو من الإضاءة الصغيرة الآن على في تيدكس من خلال 10 دقائق، كل ما حاول أوصل له إنه الإبداع هو عبارة عن رحلة طويلة وليست نقطة أو فاصل أو حرف ولد صدفة. الإبداع رؤية ونظرة ممحصة وخطة عمل مكثفة يلعب المبدع فيها دورا رئيسيا في حياة الناس، يحفر في وجدانهم فكرة قيمة وفكرة وإنجاز، يؤثر فيهم فينقلهم من نقطة إلى أخرى، من القاع إلى القمة، من ضفة النهر إلى الطرف المقابل، أو ربما إلى جزيرة نائية لم تطأها قدم بشر فتكون العالم الجديد والغد المشرق لعيون قتلها التعب. الإبداع أيها السادة من وجهة نظر إنسانية بحتة اجتماعية، بوجهة نظر قزم وعملاق ووطن، إنه القدرة على إحداث نقلة نوعية في ذاكرة الإنسان ووجدانه فتبقى طويلا، هي البصمة المتجددة التي لا تموت أبدا. آخر سلايد بس عشان نقفل الصورة، ويمكن أكون وصلت مفهوم اللي كنت حابة أوصله. الإبداع هو عبارة عن اتزان، رغم كل المحبطات اللي إحنا شايفينها، رغم كل اللي بنحاول نعمله في حياتنا اليومية، هو عبارة عن تجاوز الصعاب، وهو عبارة عن عطاء يتعدى حدود ذاتنا ويصل إلى مجتمعاتنا، هي مسؤولية اجتماعية بالدرجة الأولى. لذلك قزم وعملاق هو عبارة عن اختيار حياة، فاختار إما أن تكون قزما أو إما أن تكون عملاقا. الأقزام لا يبنون أوطانا، وإنما الأوطان تبنى على هامة العمالقة. وزي ما نقول دائما، دمتم ودامت أوطانا بخير جميعا. شكرا.